السلام عليكم، السلام عليكم يا اهل البيت. ايه ده، انت جيت يا عصام؟ جيت. امال لسه ما جيتش؟ امال انت رايحه فين كده؟ هخرج شويه كده مع صاحبتي. يلا سلام بقى علشان ما تاخرش. صاحبتك؟ صاحبتك مين؟ ليلى. ما انت عارف ليلى. طب كنت استني حتى اوصلك. مش فاهم والله انت مستعجله على ايه؟ يعني انت رايحه تقابلي مين يا اختي؟ وبعدين مش فاهم، ما قلتليش ليه من قبلها بيوم ان انت رايحه يعني لصاحبتك؟ كل شويه رايحه لصاحبتي، جايه من عند صاحبتي، رايحه اتغدى معاها، خارجين شويه. انا بصراحه مش مرتاح، بقالي فتره كده مش حاسس براحه، مش مظبوطه والله. بقى انا لازم انفذ اللي في دماغي واشوف ايه الحكايه. لا 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 يا بنتي ما تقوليش كده، ان شاء الله لازم نخرج سوا، نتغدى غدوه حلوه كده مع بعض، ولا نروح المول نتفرج فيه شويه. كل شويه ماسكه التليفون، كل شويه عماله تتكلم في التليفون، هو في ايه؟ انا قلبي مش مرتاح. طيب ماشي، بكره كده ان شاء الله نتفق ونخرج سوا. لا ده انت حبيبتي، ما انت عارفه انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. يبقى خلاص نشتري سوا بقى انا وانتي. ماشي يا حبيبتي. حاضر حاضر من عينيا، ده انت تأمري. مع السلامه. ايه ده انت جيت يا عصام؟ امال ما سمعتكش يعني ولا حسيت بيك وانت داخل؟ انا قلت اما اقف كده يعني اسمع لحد ما تخلصي المكالمه بتاعتك دي. مين بقى اللي كنت بتكلميه وعمالين تتفقوا كده؟ عايزه تخرجي وعايزه تشتري حاجات وتتفسحوا. ايه دي صاحبتي ليلى، ما انت عارفها. عمري ما عرفت صاحبتك دي ولا سمعت عنها. انا لقيتك فجاه كده طالعه لي بيها وعماله تخرجي معاها ونازلين طالعين جايين رايحين. مش فاهم ايه الموضوع ده. انت ما كنتيش بتردي تخرجي ابدا خالص من البيت، بقيت بتخرجي يعني كل شويه عماله على بطاله، عماله على بطاله، زياده عن اللزوم يعني. في ايه؟ الله، طب وايه المشكله يعني لما اخرج؟ هو انا يعني قصرت معاك في حاجه؟ مش اكلك ولبسك وكل حاجتك موجوده؟ واخده بالي منك ومن كل حاجه ومن العيال، عايز نعمل ايه يعني؟ يا ستي ما فيش مشكله ولا حاجه، ما اقصدش حاجه، قصدي يعني ان انت بقيت بتخرجي زياده عن اللزوم يعني، حاجه زياده عن حدها. وانا بصراحه ما كنتش متعود على كده، كنت فين وفين على ما تخرجي مره. مش فاهم بقى طلعت لك منين الست ليلى دي، وكل شويه طالعين نازلين طالعين نازلين، وكل شويه كلام في التليفون كلام في التليفون. ايه ما بتزهقيش؟ خلاص يا سيدي، طالما انت زعلان من الخروج خلاص مش مهم اخرج، اقعد في البيت. لا يا ستي، وعلى ايه؟ طالما اتفقتي مع صاحبتك خلاص اخرجي معاها، مش عايزه اصغرك قدامها. بس لو سمحتي يعني بعد اذنك هاتي لي التليفون بتاعك كده، اصل عايزه اعمل مكالمه، اصل الرصيد بتاعي خلص. ماشي حاضر من عينيا. اتفضل يا سيدي، التليفون بتاعي اهو. ماشي يا ستي شكرا. لو سمحتي بقى كده من فضلك، عايز كوبايه عصير. عصير؟ ماشي، اعمل لك عصير فراوله. ماشي ماشي، اي عصير من عينيا. انا بقى ايه، اشوف التليفون بتاعها ده واعمل تتبع للواتساب وراقبه واشوف الرسائل بتاعتها، اما اشوف بقى بتكلم مين ولا الست صاحبتها اللي اسمها ليلى وبيخرجوا امتى وبيرجعوا امتى، واعرف كل حاجه. عماله هي بقى تكلمها وتراسلها على الواتساب، وعايزين يخرجوا يتغدوا بره. انا مش فاهم كل شويه موضوع الغدا غدا بره ده، ما كل واحده تطبخ في بيتها وتاكل في بيتها، ده ايه الهم الاسود ده؟ ولا يمكن ليلى دي تكون واحد راجل وعايز يعزمها على الغدا بره، وهي عماله تضحك عليا. هي عايزه تستغفلني ولا ايه؟ لا، وبعت لها بتقول لها وحشتيني قوي. هو ايه اللي وحشتك؟ هي مش كانت معاكي اول امبارح؟ كل شويه خارجين داخلين مع بعض، مش حال ما كانت كل شويه في وشك؟ انا مش مرتاح، لا مش مرتاح لموضوع البيت اللي اسمها ليلى دي، اقسم بالله ما انا مرتاح. طلعت لي فين داهيه دي؟ طالعه لي في المقدر ولا مين دي الست ليلى دي؟ وده يطلع ايه ده كمان؟ بتفرجها على قميص نوم؟ قميص نوم ايه ده اللي بتوريه لها؟ هو في واحده تفرج واحده على قميص نوم هي شارياه؟ مش عارف يعني، حاسس كده ان الموضوع ده فيه انه دايما كده العلاقات لما بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. انا ما بحبش الاختلاط، عمري ما حبيته. لا انا لازم اتكلم معاها وافهم الموضوع كويس واعرف مين دي وليه تجيبها هنا البيت. انا لازم اقول لها تجيبها هنا البيت عشان اشوفها بعينيا. حقي بقى كراجل ابقى قاعد مطمن، ولا انا هفضل طول الوقت كده اشكك في مراتي؟ لا انا لازم الشك ده يروح من دماغي، لازم اشوف الست دي على حقيقتها. ايه يا حبيبي، مش هتنزل النهارده ولا ايه؟ ايه ده، هو انت دخلت امتى؟ مش اللي يدخل كده يخبط على الباب وهو داخل؟ ما فيش يعني احم ولا دستور ولا اي نحنحه؟ ايه ده مالك اتخضيت كده ليه وخبيت الموبايل وراك؟ ما اتخضيتش يا اختي ولا حاجه، انت اللي خضيتيني لما دخلت عليا كده زي القضاء المستعجل. التليفون راح وقع من ايدي مره واحده. ماشي، انا بسالك يعني هتنزل النهارده ولا هتفضل قاعد في البيت؟ وده يفرق معاكي يعني افضل قاعد في البيت ولا اخرج؟ لا ابدا مش هتفرق ولا حاجه، انا قصدي يعني كنت عايزه اعرف هتقعد في البيت ولا هتخرج. لا يا ستي مش هخرج، مش هروح في حته، قاعد في البيت. طب تحب اطبخ لك حاجه معينه يا حبيبي؟ لا يا ستي اطبخي اي حاجه اي حاجه، بس لو سمحت سيبيني دلوقتي، ولما تيجي داخله الاوضه ابقي خبطي قبل ما تدخلي. طيب ماشي. هي شكت في حاجه ولا ايه؟ ولا تكون عرفت ان انا براقب الواتس بتاعها، تكون خدت بالها؟ لا 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 مش معقول، اكيد ما شافتش حاجه ولا خدت بالها. دي لو خدت بالها ولا عرفت اكيد ما كانتش هتسكت، هتفضل تتكلم تتكلم. ده انا اللي عارفها كويس.
دي هتفضل تزعق تزعق ما تسكتش. يلا يا حبيبي بقى علشان تتغدى، زمانك جاي من الشغل ايه هفتن وجعان. اه يا حبيبتي والله ده انا واقع من الجوع هموت، والاكل شكله جميل جميل قوي وريحته تفتح النفس. الله ايه الصوت ده؟ ده الموبايل بتاعي جاتلي رسالة. موبايلك. هو ده الموبايل بتاعك؟ ايوه موبايلي. في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ اخدت الموبايل بتاعي ليه؟ ايه ده؟ ده الرسالة اللي جاتلي على تليفوني جاتلك انت كمان. طب ازاي الكلام ده؟ هو الواتس بتاعي عندك على تليفونك؟ هاتي 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 يا بنتي التليفون، ده تلاقيها غلطة ولا حاجة. هاتي. غلطة؟ غلطة ايه؟ ده رقم اصحابي كلهم عندك، رقم ليلى ودينا وامل وكلهم. ازاي يعني يدخل عندك على الواتس كده؟ مش فاهمة. بس هاتي يا ست التليفون عادي، بتحصل ساعات عادي مش مشكلة. انا مش فاهمة حاجة، يعني ايه الواتس بتاعي تنزله عندك على تليفونك وتتجسس عليا وعلى مكالماتي مع اصحابي وتشوف كل الرسائل بتاعتي انا واصحابي؟ ليه؟ ما تقولي ليه بتعمل كده؟ في ايه؟ مالك مكبرة الموضوع كده ليه؟ فيها ايه يعني لما احاول ان انا احافظ عليكي واخلي بالي منك؟ ايه المشكلة يعني في كده؟ واحد وبيحب مراته، وايه المشكلة يعني لما يشوفها بتكلم مين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ حب ايه وبتاع ايه؟ ده كلام فاضي. اللي انت عملته ده ملوش غير تفسير واحد بس، انك بتشك فيا. علشان كده عملت مراقبة على تليفوني واخدت الواتس بتاعي عندك على تليفونك عشان تشوف كل الرسائل بتاعتي وتشوفني بكلم مين وبروح فين. ازاي؟ ازاي تعمل كده؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده اوهام في دماغي، مفيش حاجة من دي، ده عادي يعني انا كنت بشوفك بس بتكلمي مين. انا بحبك وبخاف عليكي. هو انا يعني لو كنت طلبت تليفونك علشان اشوف الواتس بتاعك ما كنتش هتديهوني؟ ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت مصدق نفسك ولا ايه؟ ازاي يعني تتدخل في خصوصياتي؟ افرض ان واحده صاحبتي حكي لها عن حاجه خاصه ما ينفعش انك تشوفها. مش من حقك، مش من حقك تعرف خصوصياتي وتتدخل في خصوصياتي انا واصحابي. انت يا استاذ بتشك فيا، علشان كده عملت مراقبه، تتبعت الواتس بتاعي عشان تشوف رسائلي وتشوف انا بكلم مين وما بكلمش مين. هو انت خلاص دماغك وصلتك للدرجه دي؟ طب بس ما تكبريش الموضوع، الموضوع عادي يعني ما تكبرهوش، مفيش مشكله. طب ما اصحابي كلهم بيتابعوا مراتاتهم وبيشوفوا الواتس بتاعهم، ايه بقى المشكله في كده؟ هل ده معناه ان هم بيشكوا فيهم؟ طب يا ريتك يا اخي كنت جيت قلت لي هات ما اشوف تليفونك واشوف الواتس بتاعك وانا كنت هديهولك، لكن الطريقه اللي انت عملتها دي غلط. علشان انا ما بعملش حاجه غلط ولا في على راسي بطحه عشان اخاف منك. كنت قول لي ان انت عايز تنزل الواتس بتاعي عندك على التليفون عشان ابقى عارفه انا بتكلم على مع اصحابي، كنت اخلي بالي هم كمان يخلوا بالهم محدش يتكلم في اي خصوصيات تخصهم. افرض واحده صاحبتي قاعده في اوضه نومها وبتصور نفسها ليا ولا بتكلمني باي حاجه خاصه بينها وبين جوزها، انت ازاي تشوف الكلام ده ولا ليه تعرف اصلا؟ ازاي بتدي لنفسك الحق في كده؟ افرض ان في اسرار يا اخي، ازاي تتدخل في الحاجات دي؟ مراتي وخايف عليها، وده بيتي ومن حقي ان انا احافظ عليه ولازم اعرف كل حاجه فيه وايه اللي بيحصل فيه وبيدور فيه. وبعدين انا مش شايف ان انا عملت اي حاجه غلط. ده انت كل اللي عملته غلط في غلط. طب تعالى نبدل كده الادوار. افرض بقى ان انا اللي كنت براقبك ونزلت الواتس بتاعك على تليفوني، كان هيبقى ايه موقفك؟ وسمعتك بقى انت واصحابك وانتوا بتتكلموا وعرفت اسراركم وعرفت كل حاجه عنك، ولما تكلم مامتك افرض ان انت بتتكلم مع مامتك عليا، والله افرض ان حصل اي مشكله عندكم في البيت وانت مش عاوزني اعرف المشكله دي، كان هيبقى شكلك عامل ازاي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ولا انت يعني عشان الموضوع يعني يخصني انا خلاص ما انتش قادر تتكلم، حللتها لنفسك وحرمتها عليا؟ بقولك ايه، انا شايف ان انت مكبره الموضوع قوي وعطيه اكبر من حجمه. انا جوزك ومن حقي احافظ على البيت ومن حقي اعمل اللي انا عايزه، واللي انا عملته ده بقى هو الصح. لا يا استاذ، مش اللي انت عملته ده هو الصح، انت بتشك فيا ومنزل الواتس بتاعي عندك علشان تشوف انا بتكلم مع مين. وطالما انت بقى وصلت للمرحله دي يبقى خلاص ما عادش ينفع ان احنا نعيش مع بعض. طلقني، انا ما عادش عايزه اعيش معاك. ايه الكلام اللي انت بتقولي ده؟ انت مكبره الموضوع قوي ومش فاهم انت عامله المشكله دي كلها ليه. انت يعني طالما كنت بتتكلمي مع اصحابك البنات مالك بقى قلقانه وخايفه وعامله من الحب قبه؟ لا انا الحمد لله انا عارفه نفسي كويس، انا ست محترمه، عمري ما عملت حاجه غلط وعمري ما خنتك. من يوم ما خطبتني لحد النهارده عمري ما بصيت لراجل غيرك ولا كلمت راجل غيرك، علشان انا الحمد لله اهلي ربوني تربيه صح، وانا عمري ما قللت باصلي معاك، عمري ما كنت قللت الاصل. اللي انت عملته معايا ده اسمه شك، وانا عمري في حياتي ما هقبله على نفسي. وانا هدخل دلوقتي الم شنطه هدومي وهروح بيت اهلي، انا ليا اهلي يترد عليهم. لكن انك تتجسس عليا وتاخد تليفوني من ورايا وتتجسس عليا، لا يا استاذ، مش انا اللي اتعامل معاه كده. عن اذنك كان لازم اعمل كده واحط حدود للوضع اللي هو عمله، ما هو ما كانش ينفع اعيش معاه وهو بيشك فيا. ازاي يشك فيا؟ يعني هو طول الفتره اللي فاتت دي كان مفكر ان انا بخونه وبكلم واحد غيره طالعه ولا نازله عماله بقابل واحد غيره؟ كان لازم، لان انا عندي كرامه، لازم يعرف ان انا بنت ناس ومتربيه وما اقبلش كده على نفسي.
ده انا عمري ما عملت اي حاجه من وراه، من يوم ما خطبني لحد النهارده عمري ما بصيت لراجل غيره، وما اقبلش على نفسي ان اي حد يشك فيا بالطريقه دي. ده لو كان جالي وطلب مني التليفون علشان يبص فيه ما كنتش هحوشه منه، كنت هديهوله على طول. ولا انتوا رايكم ايه يا جماعه؟ شايفين ان انا غلطانه ولا اتصرف ازاي؟